بالنسبة للفرق هو لا مرحبا كلمة ديال أو معها 12 عام بدون لقب بدون شي حاجة جو مرة تشوفو تكربس لي شي تكربس عنا دابا جنش بروفوكا وخلا ديال الباب ديال تشيران جنش بروفوكا ومن الهي من جينا ما نجيش التقدو حنا شمشينا 500 متر لي بروفوكاسيون من الهي جا الباب ديال تشيران بلي شيكي ديالنا الوراق مارشين ورا واصلين 80 درهم دابا الدراري كيقطعو 80 درهم انا قطعتها ب 60 درهم غير دابا حيت ما قطعتش البارح ما علينا اخويا خلينا في الموضوع ديال لي فار حنا اخويا مازالين معاها واش نتمناو هاد العام هاد الدراري الصغار راه حنا نصبروا عليهم واحد شويه ولكن الاداره راه ما صابرينش عليهم بغينا شهير جذري بغينا الاداره هاد الناس هادو راه ما صالحينش الاداره ما صالحينش تسيير ديال كره القدم راه كيهضروا هذيك الهضره اللي كيقولوا راه باعوا علينا 12 عام ديال الوهم هادشي ما بقيناش قادرين عليه الدراري راه كنكوراجيوهم صابرين معاهم وصابرين على ودي الكلوب وي بالنسبه للمساله الثانيه اللي قلتي ليا ديال البورسونطاج ديال شي حاجه دابا الفشاح علاش بيبليك اخي كانوا واقعين الرباط مارس لا والنواحي كاين جمهور ديال الجيش الفشاح ما عندهاش جمهور لو ندخلو نتفرجو انتما بعثوا لي شي كي عباد الله مارشينوار دابا اللي بزاف ماشي كامل هو الناس مارشينوار كيبيعوا الوراق اللي شي كي ب 80 درهم صافي مارشينوار ديالهم راه هما زنيت مور منهم دابا هي في الباب بغينا ندخلو بغينا ندخلو التريبين قال لك جا الجيش لا ما تدخلش الناس بوليداجهم ما بغاوش ما تقدرش من اللي يدخل مع وليداجو هنايا في الفيراج راك عارف انت هي غادي يدخل هي باغي يدخل طرونكي يتفرج لا ما تدخلش حتى حيت الجيش ما لابس لك الكحل ولادهم ولابس لك الكحل داكشي لابس غير الكحل ما لابس لا توني لا شي حاجه هادشي اللي كاين خويا ما بغيناش نهضروا على المدرب حنا دابا يلاه لاعبين دابا الماتش الرابع ديالنا ان شاء الله حنا غنتسناو حنا مازال صابرين وكما قلت لك راه واخا شي تشبدوا المدربين وشي تشبدوا اللعابه الاداره كتبقى شابيشه والمشكل في الاداره حنا بغينا التغيير الجذري من الاداره اللي شفتي له شكرا ودي ماسك. السلام عليكم خوت انا الميساج اللي بغيت نوصله بغينا نوصله لهاد الاداره ديال الفتح الفاسده اللي قال لكم في الكومينيك ديالهم اللي رموه في بوست اوفيسيال كان كاين 2000 تذكره اللي غتتباع البارح ملي مشينا من 9 الصباح حنا كنتسناو ما بدا الفونت حتى 11 ونص كتمشي كتقطع من الكيشي كيقول لك 43 درهم الا بغيتي تاخذ مثلا 5 ولا 6 ولا درهم كيقول لك 43 درهم المهم هادي داز جينا هنا للباب كنلقاو الناس ديال الفتح كيبيعوا لنا اوراق ديالهم الاوراق ديالهم دوك لي زانفيتاسيون كيبيعوه منا كيقول لك باش تدخل بهم كنجيو كندخلو كيقول لك ما كايناش هادي الاول ثالثه القوات المساعده ما عرفناش شنو الدور ديالهم واش انهم غادي ينظموا ولا غادي يسلخوا عباد الله انت كتشوف دابا وانت هبط ليه شوف واش ربعه ديال البراجات واش حنا داخلين لتندوف داخلين لتيران اصاحبي راه حشومه واش هاد الناس هادو حسن منا هادو واش كيصحابهم بانهم الا داروا كياخذوا الشعبيه ديال الرباط الشعبيه ديال الرباط راه معروفه النادي الجيش الملكي هذوك الناس راه غير كيخويو الماء في الرمله جايبين دراري صغار جايبينهم من العروبيات هانيا يدخلوهم وانت مثلا معاك خوك صغير بوراقك كذا كتجي كتدخل كيقول لك لا التيكي ديال المنصه انا بغيت نجيب معايا الوالد ديالي التيكي ديال المنصه كيقول لك 250 درهم من جينا بغينا نقطعوها كتوصل الباب كيقول لك لا ولا ديرها 300 درهم راه حشومه هذا الشيء واش بغينا نعرفوا حنا واش جمهور الجيش الملكي مستهدف من طرف القوات المساعده من طرف الامن طرف هذه الاداره ديال الفتح الفاسده هادشي اللي بغينا نعرفوا اخويا حنايا وشكرا هذا العام دي الشامبيونه حنا كل عام تنتبعوا تنخسروا من رزقنا فهمتي وكذا داكشي راه ما كاينش الاداره ضدنا حنايا و راه داك المشكل راه ما كاينش في الكار المشكل راه في الشيفور فهمتي كيفاش هو هذا المشكل ديال الدخره تيديروه معنا حنا كجمهور عسكري تيجيو شي وحدين لهنايا راه ما تيدي شي يديروش معاهم هاد المشكل راه حنا ما نعرف شنو تيحسبونا شكرا